ومعايا على الهاتف الفنان الشاب بس اللي يعني بيخطو خطوات سريعة جدا، أحمد داش. يا أحمد مساء الخير. أهلا. كل سنة وأنت طيب. طيب، وإيه الأخبار؟ تمام. والحقيقة أنا عايزة أبارك لك على الدور الهايل، دور فواز، والحقيقة يعني قول لي بقى رد فعل الناس إيه؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. رد فعل كان مفاجئ، يعني مش على الدور بس، على المسلسل كله. يعني الحمد لله المسلسل رد فعل عليه كان كبير وبسطنا كلنا. يعني خفت من الدور؟ الدور صعب ويعني كبير كبير، دور كبير عليك، يعني مش قصدي عليك سنا، يعني صعب. كان طبعا. صعب يا داش ولا ايه؟ هو صعب جدا ان فواز، يعني الحته اللي فيه اللي مخليها صعبه ان هو كل اللي عاشه ده عاشه يعني مش في سنه. يعني هو شال الحبل لما طايع دخل السجن، هو ابتدى يعني يشق طريقه في حته، ساب المدرسه واشتغل مع حربي في السلاح واعلام الزلام، شال حمل هو مش عايز، يعني شال حمل اللي في سنه ما يشيلوش، بس شالوا بمزاجه. يعني هو كان بيشيله لانه كان عايز يثبت نفسه، كان عايز يقول انا موجود، انا مش انا الصغير، لا يعني انا اقدر انا اتعامل مع راجل الامور وانا برضو. كبير. ايوه. هو كان عايز يعني كان عايز يثبت نفسه. التدريب على اللهجة الصعيدي اخبارها ايه؟ برضو صعب ليه؟ التدريب على اللهجة الصعيدي. استاذ عبد النبيل الهواري بقى هو اللي ليه الفضل، يعني هو اللي كان كنت بتدرب معاه على اللهجه في الضباط كلنا. كان هو اللي بيدربني على اللهجه والحمد لله. يعني عمرو تقول لداش ايه؟ اقول له انا عشان اعمل مداخله مع لميس الحديدي كان عندي 30 سنه. انت عامل مداخله مع لميس الحديدي وانت عندك 15 سنه، هتروح فين بعد كده؟ انت هتودينا في داهيه، مصر كلها بتتكلم عن احمد داش، احمد داش، احمد داش، ده يخرب عقلك يا احمد داش. حبيبي انا بحبه جدا. كنت حاسس ان اخوك الصغير فعلا في المسلسل؟ انا حبيته جدا من البروفات، وهو صاحب عمرو سلامه لان هو اشتغل معاه طبعا وهو طفل. اشتغلت كمان اشتغلت معاه ايه؟ لا مؤاخذه. ايوه بالظبط. فاول ما جيت هو مشاكس شويه كده وليه طريقه، انا حبيته جدا، ولما اشتغلنا مع بعض حبيته اكتر. وهو ممثل هايل ومجتهد وبيركز، وهو اداؤه مش اداء حد في سنه خالص، لانه هو بيشتغل على نفسه بطريقه الكبار. هو على طول بياخد كورسات، على طول بيحضر للشخصيه كويس، على طول بيسأل عمرو. أنا بشوفه يعني بلمحه وبسمعه، بحط ودني معاه، يعني لما بيجي يسأل عمرو على حاجة بيسأل أسئلة ممثلين كبار، ما بيسألش أسئلة ممثلين لسه صغيرين. فهو الحقيقة سابق سنه، وأنا سعيد بوجوده في المسلسل ده، وسعيد إن هو حقق النجاح الكبير ده. وده يعني أنا فرحان زي ما أنا فرحان لنجاح المسلسل كله، فرحان لأحمد جدا. وانا بحييك يا احمد. اتفضل. يعني ده كلام كبير قوي والله، يعني ما تردش ما تردش، انت ما بتعرفش ترد. انا عارف انا عارف انت ما بتعرفش ترد. حسيت كلام يعني على راسي والله الكلام ده. حبيبي ايه العيله دي اللي فضل عليا والله. ميرسي يا داش ومبروك، ويعني دور هايل وبرافو عليك، وفعلا يعني فعلا دور هايل، وميرسي جدا.